بركات الفرح والسعادة وعلى وقع الأغاني المحببة لديهم، شارك أطفال الشهداء في حفل ترفيهي نظمته مؤسسة الشهيد في مقرها الكائن بحي المحطة، تضمنت أنشطة وألعابا ومسابقات رسمت البسمة على محيا أكثر من 100 طفل، ولا سيما مع حلول عيد الفطر السعيد. فعاليتنا اليوم هي لمة فرح، عبارة عن أنشطة ترفيهية منوعة، الهدف منها ندخل الفرحة والبسمة على وجوه أطفالنا اللي تعودنا نكون معهم بكل مناسبة وبكل وقت. البرنامج بتضمن مجموعة من الرسم على الوجوه والرسم الحر للأطفال ومجموعة تسالي وألعاب ومسابقات، وبالنهاية فيه هدية العيد لكل طفل من الأطفال الحاضرين، وإن شاء الله كل عام وكل طفل من أطفال سوريا بكل الخير والصحة، وتضل هالبسمة مزينة وجوههم لنتفائل فيهم على طول. أنا بنت الشهيد حكمة زمام، اليوم بمؤسسة الشهيد لعبنا وعملوا لنا ألعاب حلوة وأكلنا وشربنا وانبسطنا كتير، وشكراً لمؤسسة الشهيد. أنا ابن الشهيد أحمد إسماعيل، اليوم كنا مؤسسة الشهيد انبسطنا ولعبنا وأخذنا هدايا حلوة، وكل عام وانت بخير. أنا غرام درويش، بنته للشهيد جابر درويش، الله يرحم كل الشهداء وكل عام وانتم بخير لسوريا. ونحن اليوم اجينا على مؤسسة الشهيد وانبسطنا ولعبنا وصرنا كتير تسلينا. الأطفال المشاركون في الاحتفالية عبروا عن فرحهم وسرورهم بالفعالية التي أتاحت لهم التسلية والتعبير عن مواهبهم والتعرف على أصدقاء جدد. والحمد لله كل ما عم نلاحظ أنه نحو الأحسن إن شاء الله، الألوان عم تفرق، عم يرسموا علم سوريا، عم يرسموا فرحة العيد، عم نلاحظ أنه هنن غير قبل، يعني كانوا فرق بين يرسموا أبوهم شهيد وتابوت وما بعرف، يعني كان كتير واضح على نفسيتهم التعب. يعني الحمد لله أنه هلأ عم نلاحظ في طبيعة، في علم سوريا، في ملاهي الأطفال، في واضح الفرح عليهم. جاي بولادي يلعبوا شوي يفرحوا شوي بعد هالأيام السودة اللي مرت على سوريا، ويعني حلو هالفعالية بفرح الأولاد شوي، والله يرحم الشهداء أجمعين. اتشكر مؤسسة الشهيد على الفعالية الحلوة اللي قدمتها لأطفالنا اللي رسمت البسمة على وجوههم، ودي اتشكركم كتير على الاهتمام الحلو، إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله بعم الأمن والأمان على هالبلد، وشكرا كتير لكم. وفي ختام الحفل وزعت إدارة المؤسسة هدايا العيد على الأطفال التي أدخلت البهجة إلى قلوبهم ونفوسهم. في ظل التعافي والأمان الذي تنعم به مدينة حمص بتضحيات الشهداء الأبرار وانتصارات الجيش العربي السوري، تحرص مؤسسة الشهيد بحمص على تقديم الدعم النفسي للأطفال والتعويض عن فقدانهم لأبائهم الشهداء عبر ملء فراغهم بتكثيف النشاطات الترفيهية. من مقر مؤسسة الشهيد بحي المحطة في حمص، شيرين العلي، الإخبارية السورية.